مشاهدينا محطتنا الأخيرة أيضا فنية مع جوائز الام تي في الموسيقية بنسختها 31 لهذا العام، وهي حتكون بكاليفورنيا بإنكبود، حيث تتصدر النجمة بيونسي بأغنيتها درانك ان لاف، وأيضا فارل ويليامز بأغنيته هابي، وأيضا مرشحي جوائز هذا العام والتي من المتوقع أن تشهد العديد والعديد من المفاجآت. يعني السنة بيونسي رح تحيي الحفل، وكلنا مناطرين اكيد شو حتعمل بيونسي على المسرح. بتذكر ب 2011 اعلنت انه هي منتظره مولود على المسرح، فما بعرف اذا هالسنه حتقول انه بدي طلق جاي زي على المسرح. صح، عارفه صحيح، يعني فاتن يمكن الام تي في ميوزك اووردز بالتحديد بتركز على المفاجات، كل الاحتفالات الثانيه الاوسكارز الامي على الفائزين بتفكر على بتركز على الفائزين، لكن الام تي في دايما فضايح ومفاجات. يعني عارفه ثاني يوم الصبح تلاقي أكثر اللحظات جنوناً، أكثر الأزياء مش عارف إيه. 2009 شهد حدث رهيب طبعاً، ليدي جاجا الناس كلها عارفاه، أنا بحبه جداً، أحب أقوله دايماً، إنها لبست فستان كامل من اللحم ني، يعني حتى مش مستوي يعني. واو. أنا زعلت جداً، كان نفسنا ناكل يعني بصراحة. 2001 بريتني سبيرز رقصت مع تعابين، بس ما تتكلش طبعا التعابين، يعني يا ساتر المره هذه المره شو راح يكون. المهم ان هذه السنه يعني مرشحه بيونسي ومرشحه الثمان جوائز، يعني احسن فيديو كليب، احسن فيديو كليب يحمل قصه، احسن اخراج، احسن مونتاج، احسن، وفي يعني هذه السنه ايجي ازاديا اللي هي اصلا رابور يعني استراليه واللي هي جديده واللي حتى هي مرشحه انها تاخذ ثمان جوائز. يا علي بيونسي ايضا راح تتسلم جائزه كبيره تكريما لكل اعمالها، هي جائزه نجم البوب الراحل مايكل جاكسون. هذه الجائزة استلمها أيضا مادونا، بريتني سبيرز كانت أيضا، فهذه جائزة كبيرة راح تحصل عليها. صحيح صحيح. هو أنا في مفاجأة واحدة أخرية لازم أقولها، لأن أنتوا عارفين أنا مركز على الفضايح النهاردة. إيجي أزاليا اللي إحنا لسه بنتكلم عليها في الحفلة اللي قبل الاحتفال الرسمي وقعت من على المسرح، والناس كلها دلوقتي بتتكلم على، بس إن شاء الله تكون قادرة تكون بالحفل، لازم هتقوم يعني. ده أول تكريم ليها. شكرا لكم شكرا لكم مشاهدينا، وصلنا للختام، نلقاكم غدا ان شاء الله، تصبحوا على خير.